السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الجزء الثاني لهذه الغسالة هذه، والمشكل اللي كاين فيها هو هذا المشكل ديال المفتاح ديال التصبيح. ملي كندوروه ما كيبقاش وقت، كيرجع بلاصتو للصيرو، وهذا كيدل ان المفتاح فيه عطل ومن داخل كيجي بحال هاد الشكل. هذا جديد، غنغيروه. بقاو معنا وغنشوفو كيفاش غنبدلو. نفتح هذا المفتاح، هذا حيدو عند جوج طرنفيسات ميريكان. حطوا هاد الكابريس كاملين، هاد الخبيص هادو هما اللي ماشيين لهنا، هاد البلاصة هادي، هادو كيتسماو طالعين ديال الموتور، وهادو ديال المفتاح. دائما كيكون هنا ثلاثة قصار وثلاثة طوال، هاد الطوال كيمشيو للجهة ديال الموتور، عرفتو بكل لون مع خاه. أخضر مع الأخضر تا هو كذلك، الرمادي مع الرمادي، واللي بقاونا بقاو هادو مختلفين على حسب كل شركة والألوان ديالها.
دابا كما كتشوفوا الامور مزيانه، ما كيرجعش نفتح خدام عمر يا سلام سلام. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.